الحضور. مع حضراتكم صلاح حجاج، رئيس بحوث متفرغ معهد الصحة الحيوانية بحوث الصحة الحيوانية، وخبير الاستزراع السمكي في الأراضي الصحراوية ونظام التكامل. بنتكلم النهاردة على الأساسيات وقواعد الاستخدام نظام التكامل في الاستزراع السمكي في الأراضي الصحراوية، ما بين مياه الآبار لأحواض السمك للزراعات النباتية. ودي أساس النهاردة محاضرتنا بإذن الله. في قواعد أساسية في يعني ما هياش الموضوع بتاع الاستزراع السمك في الأراضي الصحراوية، ما هوش عشوائي، لا ده لازم كلنا نعرفها عشان القوانين اللي بتسن لهذا الكلام. هي فعلا الحمد لله ربنا اكرمنا ووفقنا ان احنا يعني في وقت عمل الكلام الصحيح في وزاره الزراعه في السنه الاولى. ال 130 كيلو جرام ده نيتروجين، بيقول شكاره النيتروجين او اليوريا اللي تتباع في السوق النهارده نسبه النيتروجين فيها والازوت اللي موجود فيها والامونيا اللي موجوده فيها حوالي 44%، ثمنها تقريبا حوالي 200 جنيه. انا النهارده عندي 130 جرام، 130 كيلو جرام، يعني لما اضربهم في الكميه بتاعت اللي هي تدينا حوالي خمس شكاير يوريا بيطلعوا من كل طن علف يروح الارض، ودي حاجه تعتبر ببلاش بالنسبه لي، بتخفض من التكلفه لارض زراعيه. اخر حاجه بقى بنتكلم فيها في القواعد الاساسيه لهذه المنظومه، ان كل فدان من الزراع السمكي المكثف في الاراضي الصحراويه المياه اللي فيه تكفي لري من 100 الى 150 فدان ارض صحراويه بنظام الرش او بنظام التنقيط. بداية المنظومة اللي هي سجلناها في الصحراء من أكثر من 20 سنة، دي كانت أول منظومة وتسجل بيها باسمها براءة اختراع أو براءة تجهيل المنظومة السمكية المتكاملة في الأراضي الصحراوية، ودي كانت أول مزرعة شرفت إن أنا أكون أحد العناصر الرئيسية في تنفيذها وتشغيلها في المراحل الاولى ليها. وبعد كده في تطورات كتير حصلت هناك، فحصلت في المزرعه دي، بس هي بازلها الكرام هي الرائده في هذه المنظومه. يعني هو عنوان المحاضره طبعا واضح ان احنا بنتكلم على ازاي نوفر الميه من اجل السلام، لان في المراحل المقبله المشاكل هتكون رئيسية أساسا بسبب المية وهتقوم على حروب. فحبيت إن احنا نلفت نظرنا إن احنا نقول save water for peace. بنتكلم على التحدي في الأراضي الصحراوية عشان أقدر، طبعا المياه في الأراضي الصحراوية عشان تقدر تطلعها من البير بتاخد باور عالية، وبالتالي بتاخد مني فلوس كتير. عشان كده عشان اقدر احصل اعلى فائدة اقتصادية للمياه او خروج المية الابار من الابار، لازم استخدم الاستزراع السمك. ليه؟ هنقول ليه في السلايدات القادمة ان شاء الله. ده النظام اللي هو النظام العادي خالص. لو واحد عايز يشتغل مثلا يزرع سمك بلطي، بيتوجه بوحدة المية انه يزرع سمك بلطي وبيطلع انتاج بلطي. جميل. لو واحد تاني عايز يطلع انتاج كاتفش مثلا اللي القراميط، هيستخدم وحدة مية ويطلع كاتفش. عايز يطلع اي كمية وتبقى ايا كانت هي حسب المساحة اللي مسجلة عنده. لو واحد عايز يزرع ارض، يزرعها مثلا بالبرسيم الحجازي، هياخد وحدة مية.
يبقى ده النظام العادي اللي بنتكلم عليه في الاول خالص، انه ايه عايز ازرع سمك بلطي، راح واخد احواض وعمل جايب ميه وزرع بلطي طلعت. عايز ازرع قراميط اخد وحده ميه وازرع. المنظومه دي النهارده احنا بنلغيها في التكامل، بنقول لها لا استوب كده انت غلط، انا بستخدم بقى نظام يعني هو احنا كده زي ما اتفقنا ان احنا المنظومه دي تقريبا بنقول لها ما تنفعش عندنا في الصحراء، تنفع اكيد في اماكن تانية، بس هنقول ايه الميزه الفرق اللي بيننا وبين المزارع الاخرى ان شاء الله. منظومة مزارع الكرام اللي هي للزراعة السمكي المتكامل في الأراضي الصحراوية بيعتمد على نظام التسلسل، اللي هو وحدة المية الواحدة اللي بطلعها من ماء البير بحطها واستخدمها وازرع فيها أسماك البولت، يعني بزرع فيها البولتي. وبعد كده بقى صرف بتاع مية الأسماك الأحواض البلطي زرعنا فيها أسماك الكاتفيش أو القراميط في أحواض تانية، وصرف الأحواض القراميط زرعنا بيها برسيم حجازي. البرسيم الحجازي راع وغزناه لأغنام ومواشي. الأورجانيك ماتر فضلات الاغنام طبعا اكيد سامده البرسيم وهي مكانها بترعى فيها بالنظام الرعي المفتوح، انما في حظائرها بالليل خدنا الميه الفضلات بتاعتها اللي هو الفيكال ماتر او الروث بتاعها، دخلنا وحده بايوجاز، طلعنا غاز الميثان استخدمناه في تسخين الميه لاحواض السمك في ظروف الشتاء. دي بيسموها الدورة المتكاملة باستخدام وحدة مية واحدة. وهنا كده بقول ايه، انا بعظم استخدام المياه الابار في الاراضي الصحراوية. في المنظومة اللي فاتت دي كانت منظومة متوازية، اللي عايز يزرع سمك بولتي يزرع سمك بولتي يستخدم وحدة مية، اللي عايز يزرع قراميط بيزرع قراميط بيستخدم وحدة مية وحدات مية، اللي عايز يزرع زراعة عادية او برسيم بيستخدم وحدة مية. انما بالمنظومة بتاعتنا دي لا، منظومة الكرام والمزارع السمكية في الأراضي الصحراوية بنظام التكامل، أساس كله بيستخدم على وحدة مياه الآبار، في أول ما تطلع مياه الآبار يدخلها على أحواض البلطي، طبعا اللي يطلع 100 طن في المنظومة بالمساحة اللي موجودة، ويعني هي المنظومة متكونة على مساحات متعددة، بحيث إن أنا في النهاية من المياه اللي طلع من الآبار دي بطلع 100 طن سمك بلطي وطلع 100 طن سمك قراميط، وبنتج من البرسيم الحجازي بتاعي حوالي 7800 طن، وبستخدم بربي اغنام عليها حوالي 1300 راس، وهكذا. دي المنظومه المتكامله. طيب عايزين نقول ايه الفرق بين الاثنين دول كلهم، المنظومه المتكامله اللي هو الكومن سيستم العادي، والكرام سيستم اللي هو نظام الزراعه السمكي المتكامل في الاراضي الصحراويه. في النظام اللي هو الكومن سيستم النظام العادي بستخدم 3 وحدات ميه، هنا في الكرام بستخدم وحده ميه واحده، يعني في النظام العادي لو واحد عايز يزرع بلطي بيستخدم وحده ميه، عايز يزرع رميد بيستخدم وحده ميه، عايز يزرع برسيم بيستخدم وحده ميه، انما في الكرام وحده ميه واحده. هنا بطلع نفس كميه السمك بس ايه استخدمت وحده الميه كذا مره، ونفس الكاتفيش كذلك. البرسيم بيفرق معايا من الكومون سيستم للكرام سيستم، هنلاحظ هنا زياده انتاج البرسيم الحجازي من نظام الكرام سيستم اللي هو نظام التكامل في الاراضي الصحراويه ب وصلنا 7800 طن، انما في المنظومه الاولانيه اللي بزرع برسيم لوحده طلع 4500 طن. ده معناه ان هنا المخصبات اللي موجوده نواتج اخراجات السمك في مياه الاحواض السمكيه بيزود لي من خصوبه الارض الصحراويه الفقيره، وبالتالي بيزيد الانتاج الزراعي بتاعي. طبعا لما بنربي 1000 راس على 4500 طن سمك طن برسيم، غير اللي بيكون عندي 7800 طن اقدر عليها 1300 راس غنم، يبقى معنى كده ان زياده تربيه الرؤوس الاغنام زادت معايا.
ميه الابار، الميه اللي في النظام العادي في الصيف بتبقى واخده درجه حراره عاديه بتاعت الصيف، درجه حتى توصل 28 25 29، بتيجي في الشتاء بتنزل 16 واحيانا بتنزل 10 درجات مئويه. انما انا عندي في المنظومه بتاعتي في الكرام او نظام لتزرع السمك في الاراضي الصحراويه باستخدام مياه الابار، مياه الابار دائما درجه حرارتها 25 درجه مئويه. وبالتالي ما عندناش موسمة، انا عندي يعني احنا لغينا الموسمة ان انا بشتغل في الصيف بس وما بشتغلش في الشتاء، لا انا حاليا بشتغل عندي في المنظومة الصحراوية صيف وشتاء، لان انا عندي درجة حرارة مية تربيل 25، وعشان احافظ عليها في الشتاء ومن تيارات الهواء اللي هو في الاراضي الصحراوية بعمل ان انا بعمل صوبة فوقيها، فبالتالي بتحافظ درجة الحرارة بتاعتها، وبالتالي اقدر اربي صيف وشتاء. الدورة عندنا في الاسماك ما بتقفش، عشان كده بقدر اقول ان بطلع في السنه دورتين واكتر من دورتين كمان، ممكن اوصل لدورتين ونص حسب منظومه التحضير عندي، بحضر قد ايه وبعمل ايه والكلام ده كله. طبعا فضلات عندي بالنسبه مفيش فضلات بالنسبه لي في ليه؟ لان فضلات السمك كلها رايحه الارض الزراعيه او الارض الصحراويه، وبالتالي مش فضلات. طيب المنظومه بتاعتي بتاع اللي هو فدان السمك المكثف ممكن يروي لحد من 100 الى 150 فدان ارض صحراويه، بنقول متوسط 130 فدان حسب نوعيه الزراعه المطلوبه، يعني ممكن يكون زراعه شرحه للميه يبقى كده هاخد 100 فدان 100 فدان، لو زراعات ضعيفه وما هي شرحه في استخدام مياه الري يبقى بكون بنسعى على حوالي 150 فدان. هنا انا بوفر الميه، بوفر الميه في الصحراء مش بستخدمها من الليل على طول. ليه؟ لان الاورجانيك مطر او المواد العضويه اللي موجوده في ميه السمك لما تروح على الارض الرمليه ذات المسام الكبيره، مع وجود المواد العضويه بتعمل شيت في الارض الرمليه، وبالتالي بتقلل لي من نفاذيه الميه في الاراضي الرمليه، وبالتالي قدرنا نوفر حوالي حاجه و20 تقريبا 23% من استهلاك الميه للاراضي الصحراويه، على اساس ان المواد العضويه اللي اتكونت وعملت شيت بتسد المسام، فدي فادتني كتير في ان انا ما استهلكش كتير من الميه بتاعتي. بنتكلم هنا عن المعادله البيئيه. اي رو ماتيريال، اي ماده خام عشان اعملها اشغلها بتطلع لي منتج زائد فضلات، ده المعادله العاديه خالص لاي ماده خام عندي بالتشغيل بتطلع لي منتج زائد فضلات. انما في المعادله بتاعتنا بقى في الكرام سيستم او النظام المتكامل في الاراضي الصحراويه، اي ماده خام بتطلع لي منتج زائد منتج زائد منتج، يعني انا من ميه البير طلعت اسماك، انتجت اسماك بلطي، من صرف ميه البلطي طلعت انتاج اسماك كاتفيش قراميط، من انتاج القراميط طلعت برسيم حجاز وربيت عليها اغنام و و، فاصبح عندي نو وسط، مفيش فضلات. يبقى دي المعادله البيئيه بتاعتي اصبحت بالنسبه لنا احنا الاستخدام الامثل للمياه في الاراضي الصحراويه لزراعة السمك المتكامل، مفيش عندي فضلات. ودي بنعيد تاني ونكرر ان احنا يا جماعه بنقول ان اللي بيعظم استخدام الميه عندي في المنظومه بتاعتي دي ان مخرجات كل مرحله تعتبر مدخلات امنه للمرحله التي تليها في السلسله التشغيليه بتاعت المزرعه. بمعنى انا في البدايه ربيت بمياه الابار، ربيت اسماك بلطي، مخرجات اسماك البلطي او ميه اسماك البلطي دخلتها على احواض كاتفيش او قراميط، ربيت فيها قراميط وانتجت قراميط. مخرجات ميه القراميط اصبحت مجمعه مخرجين دلوقتي، مخرج بتاع اسماك البلطي ومخرج من احواض القراميط او الكاتفيش، اوديها على الارض الصحراويه، وبالتالي بتزيد من خصوبه الارض الصحراويه المواد العضويه دي كلها. زرعنا عليها برسيم، البرسيم ده راعى عليه الابقار وراعى عليه الغنم، راعينا على الابقار والغنم على البرسيم،
يبقى كده ايه الانيمال ويست اللي طلعت منهم فضلات الحيوانيه المخرجات بتاعت الاغنام والابقار اصبحت سماد عضوي للارض اللي بترعى عليها بالنظام المفتوح، وما يتبقى منها في الحظائر بتاعتها او المباني بتاعتها بالليل اللي هو البيوجاز بناخد منها الفضلات ندخله في وحده بيوجاز. وحده بيوجاز بتعمل لي ايه بقى؟ بتطلع لي حاجتين، كلير انرجي اللي هي طاقه نظيفه بستخدمها في تسخين مياه الاحواض او اناره في قلب الموقع، وبتطلع لي سماد عضوي او مخصب عضوي معقم خالي من اي ملوثات وسهل الامتصاص في التربه. وبكده بقول ان انا في منظومتي ديت مخرجات كل مرحله في منظومه الكرام سيستم او منظومه الزراعه السمكي في الاراضي الصحراويه بنظام التكامل، مخرجات كل مرحله تعتبر مدخلات امنه للمرحله التي تليها. وزي ما قلنا في الاول خالص ان انا تربيه الاسماك ما بتستهلكش الا ايه الميه، ما بتستهلكش الميه اطلاقا بل بتستخدمها فقط، عشان بس نكون ايه المزارع اللي في الصحراء اللي بتزرع نباتات وبس اعتقد بتخسر كتير لو ما احتوتش على مزرعه سمكيه، وده اللي احنا المنظومه اللي بنتكلم عليها، وده اللي ان شاء الله بنحاول نرسخه للقائمين والمسؤولين في الدوله، ان كل مزرعه في الاراضي الصحراويه الجديده لابد ان يشملها حوض سمك. درش الميه احنا بنفيد الارض الزراعيه الفقيره اللي هي في الصحراء دي اللي ما فيهاش اي تصميم طبيعي بفيدها بيه، وباخد من الميه منتجين، منتج سمكي ومنتج ايه؟ ومنتج زراعي حاليا. وبفضل الله في الفترة الماضية تقريبا قرابة حوالي دخلنا على 6 شهور أو 7 شهور تم الاجتماع بين وزارة الزراعة ووزارة الري والتنسيق بينهم، وأقروا هذا المشروع اللي هو أي حد عنده أرض صحراوية وباستخدام مياه الآبار يقدر يعمل مزرعة سمكية متكاملة مع الاستزراع النباتي. والقرار صدر والقانون موجود واللي عايزه أنا تحت الأمر في اللجنة من اللجان احنا ايه قعدنا فيها وخدنا واتخذ فيها القرار ده. حاليا بنقول ايه بس الموضوع مش جزافي، مش اي حد عنده مثلا 10-15 فدان ارض في الصحراء يروح رازع او زرع فيهم حوالي 10 فدادين سمك ويقول لك ما انا هاخد القرار. لا، هتيجي لجان تفتش عليك. القرار مرتبط بان النسبة وتناسب، بمعنى ان انت اللي عنده عندك 100 فدان ارض صحراوية اللي ممكن مسموح لك فيها بس الحجم المائي اللي ممكن تعمل فيه احواض سمك لا يزيد باي حال من الاحوال عن الحجم المائي اللي بتحتاجه في ري الارض الملحقة بهذه المزرعة. يعني كل 100 فدان ارض صحراوية زي ما اتفقنا او 150 فدان او 130 فدان بيكفيهم فدان واحد سمك مكثف. اذا انا عملت منظومتك على كده بتاخد عليها ترخيص ويصرح ليك بهذا الامر. دي المنظومه اللي عندنا في مزارع الكرام او النظام المتكامل في الاراضي الصحراويه. دي الحقيقه دي مزرعه نموذجيه في المقام الاول، ودي من اوائل المزارع اللي اتعملت في مصر. لو بصينا كده مزارع الاحواض الابار، مياه الابار اللي موجود عندنا فوق خالص كده، السهم اللي فوق خالص، مياه الابار دي بتضخ في احواض الامهات وبتضخ على المفرخ وبتضخ على تربيه الاصبعيات وبتضخ على احواض التربيه وبتضخ على حوض الصرف. كل المياه دي كلها يعني مثلا في المربع الاولاني البريدنج ستوك بيبقى احواض الامهات موجوده، بتطلع لي بناخد منها البيض المخصب، البيض المخصب ده بوديه للمفرخ، المفرخ بعد كده اودي بعد ما
يطلع عندي الذريعه وابدا استخدم معاها العاليه اللي هي بنضيف لها الهرمون 17 الفا مثال تستوستيرون عشان اعمل وحيد الجنس. بعد كده في احواض اخرى احط فيها اللي هو المربع الفينجرلينج اللي هو الاصبعيات، ابدا اربي فيها الاصبعيات اللي تتجهز، وانس انها وصلت حجم ال 10 او ال 20 جرام ابدا اوديها في احواض التربيه. كل الميه اللي موجوده من الابار اللي راح المنظومه اللي فوق دي كلها بتصب في الاخر على حوض الصرف الرئيسي اللي بربي فيه القراميط. باخد من حوض الصرف الرئيسي اللي مربي فيه القراميط ده ميه للزراعه، الزراعه ديت اللي هي البرسيم الحجازي غالبا بنربي عليه اللي هي قطعان الاغنام وقطعان انتاج الالبان و و و، وبتطلع برضو ايه يبقى عندي في المنظومه ديت مجموعه من العوائد. نمره واحد هنمشي حسب السلايد اللي موجود عندي. عندي عائد نباتي، عندي عائد طاقه، عندي عائد لحوم والبان من الماشيه اللي موجوده، عندي اقدر ابيع اصبعيات وعائد من الاصبعيات اللي عندي لو فائض، عندي ابيع الاصبعيات فينجرلينج بولت للمربين الاخرين، اقدر ببيع اسماك البولت اللي انا ربيتها، وبقدر ابيع اسماك العراميد برضو اللي انا ربيتها. دي كلها عوائد من نقطه المياه الواحده. لازم نعرف ده ان كل دي منظومه من نقطه المياه الواحده، اقدر اطلع ده كله ده طالما الامكانيات موجوده. العائد الاخير اللي انا في حوض الصرف اللي بيطلع في بعض الذريعه بتعدي مني من الهرمنه او بعض البيض بيعدي، فبلقطها في حوض الايه الصرف الفرعي ده، فبيطلع في النهايه عندي بريدنج ستوك او ستوك من الامهات اقدر ابيعه لمزارع اخرى. عندي هنا بتكلم على انواع الاحواض السمكيه اللي اقدر اعملها في الاراضي الصحراويه. اول حاجه الاحواض الخرسانيه، ودي مبنيه الجدران بالطوب والارضيه خرسانيه، ولازم تكون متصوبه عشان زي ما قلنا نحافظ على درجات حراره مياه الابار اللي هي 25. لو نلاحظ على الجناب هنا، جناب الحوض في ماسوره الميه اللي رايحه للحوض وكلها مخرمه، لان لما بنخ الميه بنخها من البير بقوه وعامله زي نظام رشاش او النافوره، وبالتالي بتتكسر تفتت حبيبات الميه دي وتدخل الاكسجين جوه الميه، ده بالاضافه الى الايه الاير براور اللي موجوده على الشمال، الماسوره بتاعته ماشيه ونزل الاير ديفيوزر بتاعته او موزعات الهواء داخل الحوض. ده برضو احد انواع الاحواض الخرسانيه، ودي احنا مقسمينها من جوه من الداخل على اساس نقدر نصطاد كميات حسب الكميات اللي احنا عايزين نصطادها. ده الحوض ارتفاعه حوالي 180 سنتي، عمود الميه فيه بيبقى 150 سنتي. الاجزاء الداخليه المباني الداخليه دي عباره عن جدران بارتفاع حوالي نص متر وفيها بوابات من الاطراف، بحيث الكميه اللي عايز اصطاد انزل ميه الحوض كلها لحد هذا الحيز اللي هو الحيز نص متر او 60 سنتي، بعد كده اصرف الميه على الجزء ده لوحده الاولاني واكون قافل بوابتي. الصيد استكفى خير وبركه، ما استكفاش ابدا افتح الباب عشان تخش له الميه بالسمك الجزء الثاني واصطاده، وهكذا. دي طبعا ايه البدالات موجوده هي في الحوض، ودول الصيادين كانوا بيصطادوا في الوقت ده. في احواض اخرى ثانيه عملناها عشان الاسمنت غلي جدا والمباني اصبحت مكلفه جدا جدا. انا كل اللي عايزه في الصحراء عباره عن كونتينر او وعاء يحتوي الميه ما يسربهاش في الرمل. عملتها بالطوب، عملتها بالخرسانه، عملتها بالبوليسيلين شيت، عملتها بالتدبيش الحجر، ماشي. فدي نوع من الاحواض ثانيه معموله بالبوليسيلين شيت ومحفوره جوه الارض. يعني شوف في البدايه انا بحفر الارض اهوت وبارنكها بالحفار وبظبط الميول بتاعتي وادكها الرمله وجسور الرمله اللي فوق ديت اللي على اليمين وعلى الشمال، اللي في النص ده بنسميه الكاتش بوند او الخبو زي بيسمى بلغه الدرجه بتاع الناس المربيين اللي اسمه الخبو، انما ده اسمه الكاتش بوند لما تنزل ميه فيه. بعد كده بعد ما حفرت وارنكت بالحفار تيجي الشركة تبطل المشمع، بتبطل الحوض ده كله بالبوليسيلين شيت، دي كلها احواض محفورة جوه الأرض.
وتمنه مش غالي. النهارده بنتكلم في ايه؟ تركيب، وسعره كل متر حوالي 45 جنيه. بعد كده ملينا الحوض بالميه، الطبانات الخارجيه دي بتاعه الاحواض هنعملها طبان خرسانه. عملناها طبعاً خرسانة اهوت عشان اقدر ازرع فيها الاوائل بتاعت الصوبة اللي هتيجي فوق الاحواض دي. كده الصوبة اتعملت، زرعنا فيها السمك موجود جوه المية عندنا هنا، ودي الصوبة بتاعتنا فوقها المشمع، دي بتخلينا اشتغل ايه صيف شتاء ما بيهمنيش. وفي احواض اخرى عملناها فوق سطح الارض، ما حفرناش بقى، بس عبارة عن شاسيه حديد شديد صلب يعني، ومتبطن بيه المشمع، ودي هنوري حضرتك. ادي الشاسيهات الحديد اللي هي عملناها في الارض الصحراويه فوق الارض، وجبنا فصلنا الحديد ده المواسير الحديد واتلحمت بالصناعيه بتوعنا، وجم بعد كده ده بتاع المشمع بطنها بالمشمع بنفس البوري. بعد كده المنظومة دي كلها عملناها، اتكونت في حوالي يعني فترة مش بعيدة او حوالي شهرين، والصوبة فوقيها، وكده احنا بدأنا نشتغل فيها. احنا بنتكلم في المنظومة الانتجريتس سيستم، بيستخدم في المستخدم اللي هي الجراوند ووتر اللي هي المياه اللي هي مياه الابار. ودي بعض المنظومة، دي منظومة موجودة في السعودية. الحقيقة انا كنت هناك في زيارة وصورنا بعض هذه المناظر الجميلة، دي شركة برضو في السعودية. الحقيقه كان حاجه جميله، كل المزارع دي كلها سمكيه اهي متغطيه بالصوبه، وادي البرسيم مزروع بالايه؟ بالري المحوري. ودي برضو ايه الاحواض تحت اللي هي تحت الصوبه، وادي البدلات شغاله، وادي اير بلاور شغاله، ما بنخليش كل وسيله تهويه تحاول ان انت تستخدمها استخدمها. برضو نفس المشروع. اشكر حضراتكم جميعا تواجدكم معايا، وارجو ان اكون قدمت جديد، مع تحياتي خالص تحياتي للهيئه، هيئه الصحه الامريكيه ليسك، والى لقاء اخر ان شاء الله، وشكرا.